السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم غنشوفوا ان شاء الله تتمه ديال الدرس ديال الهندسه الفضائيه. دونك شفنا في الحصه اللي فاتت في الجزء رقم 5 شفنا اوضاع نسبيه لمستويين، شفنا التعامد والتوازن. هذه الحصه ان شاء الله غنشوفوا مسافه نقطه عن المستوى. دونك وصلنا دابا للجزء رقم 6، اللي باقي ما شافش الاجزاء الاولى ضروري يشوفوا مزيان. دونك دابا مسافه نقطه عن المستوى كيفاش؟ دونك لدينا ا نقطه من الفضاء و ب مستوى من الفضاء، مزيان. دونك المسافه ديال النقطه ا على المستوى ب هي اقرب مسافه، هي اقرب مسافه بين ا والمستوى. كاين مسافات بزاف، كاين نقدر نحسب هذه المسافه هذه. دونك مثلا المسافه ا ب راه هي مسافه ديال النقطه على المستوى، لكن لا، حنا بغينا اقرب مسافه ديال هذه النقطه على المستوى ب. كيفاش؟ كنرسم المستقيم العمودي المار من ا والعمودي على المستوى ب. كنرسم المستقيم المار من ا والعمودي على المستوى ب، كيقطع لي المستوى في واحد النقطه سميتها اش. دونك هذه المسافه اش هي اصغر، هي اصغر مسافه بين ا والمستوى ب، بين النقطه ا والمستوى ب هي اصغر مسافه. مزيان، اشنو كنرمزو ليها؟ كنرمزو ليها دي دو ا على بي. دونك المسافة دي كتعني ديستونس، ديستونس يعني مسافة للنقطة ا على المستوى. دونك كيفاش كنلقاوها؟ انتبهوا معي. إذا كان ا اكس زائد بي كراك زائد سي زائد دي كتساوي صفر، هي المعادلة الديكارتية ديال المستوى بي. و ا نقطة من الفضاء الإحداثية ديالها هما اكس ا يكراك ا زائد ا، فإن دي ديال ا على بي اشنو كتساوي؟ المسافة ديال النقطة ا على المستوى بي شنو هي؟ كندير كسر وكندير هنا كنشد هاد المعادلة الديكارتية ديال هاد المستوى وكنحطها ا اكس زائد بي كراك زائد سي زائد زائد دي. انتبهوا معايا، ولكن ما كنديرهاش كتساوي صفر، كندير هنا قيمة مطلقة ياك. شنو كنزيد؟ هنايا هاد اكس اكس كنزيد عليها انديس ا، حيت غنحسب المسافة ديال ا. إيكغيك هي إيكغيك أ زائد زد أ، صافي واضح. أ إكس أ زائد بي إيكغيك أ زائد سي زد أ زائد دي. بحال شديت هذه وعوضت إكس وإيكغيك وزد باش بإحداثيات ديال النقطة أ، مزيان. كنقسمها على أش؟ على الجذر المربع ديال أش؟ ديال المتجه الموجه. شناهي المتجه المنظمية عفوا على هذا المستوى؟ شناهي أ أوكاري زائد بي أوكاري زائد سي أوكاري. دونك المنظمية أ أو كاري زائد بي أو كاري زائد سي أو كاري. هاد المعاملات ديال إكس و إيكغيك و زد كنرفعهم أس أس إثنان. الله يرضي عليكم، حفظوا هاد الخاصية لأنها مهمة و كنحتاجوها بزاف. دونك غنطرقو لهاد التمرين هذا اللي كيعالج هاد الخاصية هادي. دونك التمرين يقول ليكن بي مستوى معادلته 3 إكس زائد إيكغيك زائد زد ناقص إثنان تساوي صفر، و أ نقطة من الفضاء إحداثيتها إثنان أربعة ثلاثة. السؤال الأول احسب المسافة دي أ بي، يعني مسافة النقطة على المستوى بي. كيفاش غندير؟ ندوزو دابا للتصحيح ديال التمرين، تصحيح التمرين. كيفاش كنحسب مسافة النقطة على المستوى؟ دونك لنحسب دي أ بي، يعني مسافة نقطة أ على مستوى ب، كيفاش كندير؟ نتبعو معايا. دونك دي دو أ سيغ بي إيتيكال، كناخد هنا كناخد هذا سوا المعادلة الديكارتية ديال المستوى كناخدها ونديرها هنا، نديرها في وسط القيمة المطلقة. دونك 3 إكس زائد إيكغيك زائد زد ناقص إثنان، وما كنديرهاش تساوي صفر. وكنرجع لهاد إكس وإيكغيك وزد كنعوضهم بانديس أ، حيت عندي النقطة أ، إكس أ إيكغيك أ زد أ، وهنايا كنشد المعاملة ديال إكس وإيكغيك وزد وكنرفعهم أوكاري ونديرهم وسط جذر. دونك المعامل ديال إكس هو 3 3 أس إثنان، المعامل ديال إيكغيك هو 1 يعني 1 أس إثنان، المعامل ديال زد هو زائد زد اللي هو 1 أس إثنان. وإلا كان سالب كنديروه بين قوسين أس إثنان، دونك زائد مثلا كون كانت عندي ناقص زد غندير زائد ناقص 1 لكل أس إثنان، صافي؟ مزيان، دابا غنكمل الحساب ديالي. دونك 3 اكس ا، اكس ا شحال؟ غنعوضها بجوج. دونك القيمة المطلقة ديال 3 بجوج،
زائد إيغراي أ زي ما نعوضها بربعة، أربعة زائد أ هي ثلاثة ناقص اثنان على جذر مربع هي ثلاثة أس اثنان زائد واحد أس اثنان زائد واحد أس اثنان. دونك أشنو غتعطيني؟ ثلاثة بجوج هي ستة، ستة زائد أربعة ثلاثة بجوج هي ستة زائد أربعة هي عشرة زائد ثلاثة هي 13، 13 ناقص جوج مزيان. وهنايا ثلاثة أس اثنان هي 9 زائد 1 هي 10 زائد 1 هي 11. 3 أس 2 هي 9 زائد 1 هي 10 زائد 1 هي 11. مزيان انتبهوا معايا، دونك 13 ناقص 2 هي 11 دونك على زيد 11. لاحظوا معايا القيمة المطلقة ديال 11 هي نيت 11. علاش؟ لأن 11 موجب، القيمة المطلقة ديال أي عدد مثلا الموجب هي هو نفسه، هو نفسه القيمة المطلقة ديال إكس، القيمة المطلقة ديال إكس يا إما كتعطيني إكس أو لا كتعطيني ناقص إكس. دونك إلا كان إكس موجب كتكون هي إكس، وإلا كان إكس سالب كتكون هي ناقص إكس. وبما أن عندي 11 موجب القيمة المطلقة ديالو هي نفسه صافي، وملي كيكون عندي عدد سالب كتحيد ليه الناقص، القيمة المطلقة ديالو كتحيد ليه الناقص. مزيان القيمة المطلقة ديال 11 هي 11 على جذر 11 و11 على جذر 11 غتختزل وحدة مع وحدة، لأن 11 راه واجد 11 أس 2 تختزل وحدة مع وحدة. غتبقى ليا لا ديستونس ديال أ على بي كتساوي ماذا؟ كتساوي جذر ديال 11 تساوي جذر 11 صافي. دونك هذه هي المسافة ديال هاد النقطة على المستوى بي. دونك غنشوفو دابا إن شاء الله واحد التمرين اللي شامل في جميع الفقرات اللي شفنا في الدرس. دونك هاد التمرين هذا مهم، مكرهتوش أن تخرجوه قبل ما تشوفو التصحيح ديال التمرين صافي. دونك التمرين يقول: نعتبر في الفضاء المنسوب الى معلم متعامد بمنظم او اي جي كا المستوى بي المار من النقطه ا، ويقبل متجهين منظميا له والنقطه بي نقطه من الفضاء. سؤال اول: حدد معادله ديكارتي المستوى بي. سؤال ثاني: احسب المسافه بين النقطه بي على المستوى بي. سؤال ثلاثة: حدد تمثيلين بارامتريا للمستقيم دلتا المار من البي والعمودي على المستوى بي. سؤال أربعة: حدد إحداثيتي أش المسبق العمودي لبي على المستوى. دونك سؤال تمرين مهم وخاصكم تخدموه، مكرهتكمش تخدموه عاد تشوفوا التصحيح ديالو. دونك نبداو في التصحيح ديال التمرين. سؤال أول: حدد معادلة ديكارتية للمستوى بي. كيفاش غندير؟ دونك كيفاش غنحدد معادلة ديكارتية؟ لدينا أن متجهين هي متجهة منظمية على بي، أن منظمية ل بي و أ نقطة من بي و أ نقطة تنتمي إلى المستوى. مزيان دونك نعلم أن شنو كنعرفو؟ أن أي مستوى عنده واحد المعادلة ديكارتية على شكل أ إكس زائد بي إكراك زائد سي زاد زائد دي تساوي صفر، بحيث أ و بي و سي هما المعاملات اللي كاينين هنا في المنظمية. دونك أ هو واحد، بي هو جوج، و سي هو بي هو واحد و سي هو جوج. دونك غنعوض، دونك إذا كيفاش غتولي لي المعادلة ديكارتية؟ دونك غنعوض أ بواحد، دونك إكس واحد هي إكس، بي غنعوضها بواحد، دونك إيكغيك واحد هي إيكغيك، سي هي جوج، جوج فوا زاد زائد دي تساوي صفر. كيفاش كنلقى دي؟ كنحسبو كنعوضو بالنقطة أ. لدينا أ تنتمي إلى مستوى بي. أشنو كيكاف هذا؟ كيكاف أن النقطة أ يعني تحقق هاد المعادلة هادي، يعني إكس أ زائد إيكغيك أ زائد إي اثنان زائد أ زائد دي تساوي صفر. دونك غنعوض إكس أ، شحال إكس أ؟ هي واحد، إيكغيك أ هي واحد، وزائد أ هي واحد. دونك غنعوض هنا بواحد زائد واحد زائد جوج واحد هي جوج زائد دي تساوي صفر. دونك واحد زائد واحد زائد جوج هي أربعة. دونك هادي شحال غتعطيني؟ هي أربعة زائد دي تساوي صفر. إذا دي تساوي ناقص أربعة، وبالتالي غتولي المعادلة الديكارتية ديال المستوى بي هي إكس زائد إيكغيك زائد جوج زائد، وهاد هادي غنعوضها بألف ناقص أربعة تساوي صفر. دونك هذه هي المعادلة الديكارتية ديال المستوى بي.
مزيان. ندوزو دابا السؤال الثاني. ندوزو دابا السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول احسب الدين ديال بي عن بي، يعني مسافة النقطة بي على المستوى بي. دونك لنحسب الدين ديال النقطة بي على المستوى بي. كيفاش كندير؟ كنستعمل ب يعني عندي باش نحسب هذه الدين ديال بي على بي شنو كنحتاج؟ كندير هنا قيمة مطلقة وكندير هنا واحد الجذر. دونك لاحظوا معايا، كنشد المعادلة هي كتبتها هنايا باش نعقل عليها، وكنشد المعادلة الديكارتية اللي لقيت ديال المستوى كنحطها هنايا، إكس زائد إيكغيك زائد جوج زائد ناقص أربعة. دونك ما كنديرش تساوي صفر، عندكم ديروا هنا تساوي صفر، لا، كنحط غير المعادلة بلا ما نديرها كتساوي صفر. واضح، كنحط غير هذا التعبير بلا ما نديرو كتساوي صفر. دابا كنعوض باش النقطة إكس كندير لها بي إيكغيك بي وزاد كندير لها بي، وكنحط هنا هنايا المتجهة الوندامية شنو هما الكريتيريا ديالها؟ هي واحد جوج واحد واحد جوج، هاي واحد واحد جوج، كنرفعهم كاملين باستثنان ونديرهم داخل واحد جوج. دونك انتبهوا معايا، إكس بي شحال؟ إكس بي هي واحد، إيكغيك بي هي ناقص واحد، زاد بي هي ثلاثة، جوج في ثلاثة ناقص أربعة، قيمة مطلقة على الجذر المربع، واحد أس اثنان هو واحد، واحد أس اثنان هو واحد، جوج أس اثنان هي أربعة، دونك ضروري بالضبط هادشي، دونك واحد ناقص واحد هادو عددان متقابلان، جوج في ثلاثة هي ستة، ستة ناقص أربعة على جذر المربع، واحد زائد أربعة هي ستة. دونك شنو غتعطيني؟ ستة ناقص أربعة هي شحال؟ ستة ناقص أربعة هي جوج، دونك القيمة المطلقة ديال جوج هي جوج، جوج على جذر ستة، إذا دي ديال بي على بي كتساوي ماذا؟ كتساوي جوج على جذر ستة. واضح. ندوزو دابا للتمرين، السؤال الثالث في التمرين ديالنا، السؤال الثالث. السؤال الثالث قالوا لي حدد تمثيلا بارامترية للمستقيم دلتا المار بين بي والعمودي على بي. عندنا دلتا يمر، عندنا مستقيم يمر من نقطة وعمود، دونك باش كتعرفوا على المستوى ديما المستوى عنده متجهة منظمية عليه، والمنظمية كتكون هي ديك المتجهة ديالنا في المستقيم، إذا كانوا متعامدين، إذا كانوا متعامدين المنظمية هي نيت الموجهة ديال المستقيم. باش نصيب تمثيل بارامتري ديال المستقيم شنو كنحتاج؟ كنحتاج نقطة من المستقيم ومتجهة موجهة له، متجهة موجهة له، وإذا كانت عندي المنظمية ديال المستوى وكانوا هادو متعامدين راه المنظمية ديال المستوى هي الموجهة ديال المستقيم. مزيان. دونك سؤال ثلاثة، لدينا دلتا يمر من بي و يمر من نقطة بي وعمودي على المستوى بي. إذا كان عمودي على بي إذا المنظمية ديال هذا هي الموجهة ديال هذا، هادشي اللي خصكم تعقلوا عليه، المنظمية ديال المستوى هي الموجهة ديال المستقيم، هاهي كتبتها لكم هنا باش تبان لكم المنظمية هي ديك الموجهة. دونك إذا غنحط تمثيل بارامتري ديال المستقيم دلتا، كيفاش كندير لي؟ كندير هنا واحد لاما، دونك هنا إكس إيكغيك زاد تساوي تساوي تساوي، كناخذ المتجهة الموجهة كنضربها في الطي، شنو هي المتجهة الموجهة؟ المنظمية على المستوى، دونك المنظمية على المستوى هي الموجهة ديال المستقيم، هي نيت الموجهة ديال المستقيم، دونك كنشد واحد كنضربها في الطي، واحد في الطي راه هي الطي، جوج واحد في الطي هنايا هي الطي، وهنا جوج في الطي هي جوج. فهمتوا؟ كنشد المنظمية، دونك اللي ما فهمش هذه رجع لأول فقرة راه درنا فيها معادلة، درنا فيها تمثيل بارامتري ديال المستقيم، واحد في تي هنا كنضرب هذه في تي وهذه في تي وهذه في تي ونحطهم هنا. شنو كنزيد؟ كنزيد الإحداثيات ديال
ديال النقطة. دونك النقطة بي شنو عندها الإحداثيات ديالها؟ دونك عندي هنا واحد غنزيد واحد، دونك هنا غنزيد ناقص واحد يعني بحال غنقص واحد، وهنا غنزيد ثلاثة معدل ينتمي طبعا نكتب هادي، وحنا صيبنا تمثيل بارابولغي، أسهل حاجة هي تصيب تمثيل بارابولغي ديال المستوى. ندوزو السؤال الأخير، دونك السؤال الأخير يقول، السؤال الأخير حدد إحداثيات أش المسقط العمودي لبي على المستوى بي، افترضوا أن هذا هو المستقيم دلتا، افترضوا أن هذا هو المستقيم دلتا، هي هذا المستقيم دلتا. هنا كيمر واحد النقطة بي، ما علينا، ما علينا، المهم هذا المستقيم دلتا هذا كتلاحظ أنه كيتقاطع مع المستوى بي في واحد النقطة أش، ياك متعادلين المستقيم دلتا والمستوى بي عطاو ليا في التمرين متعادلين، دونك كيتقاطع في واحد النقطة أش، ملي كندويو على نقطة ديال التقاطع راه هي حللها، ديما تقاطع مستقيمين ولا تقاطع مستوى مع مستقيم ولا تقاطع فيلكا مع، غنشوف هادشي إن شاء الله، دونك ديما حل ديال المهمة، دونك سؤال رقم 4 لنحدد إحداثيات إحداثيات أش تقاطع تقاطع دلتا مستقيم دلتا والمستوى مستوى. دونك كيفاش راه خاصني نحل هاد النغمة هادي؟ دونك هاد النغمة هادي اللي هي شنو غنزيد هنايا؟ غنزيد المعادلة الديكارتية، دونك إكس زائد إيكغ زائد جوج زاد ناقص 4 تساوي زائد. خاصني نحل هاد النغمة هادي، إلا حليت النغمة شنو درت هنا؟ المعادلة ديال معادلة ديكارتي ديال المستقيم، ودرت تمثيل درت تمثيل بارامتري ديال المستقيم، المعادلة ديكارتية ديال المستوى، ياك؟ هاد النغمة هادي راه كتجمع ليا بين المستقيم والمستوى، دونك إلا حلينا هاد النغمة هادي راه غنلقاو النقطة ديال التقاطع اللي سميناها في التمرين هي أش. دونك كيفاش غندير؟ غنشد إكس وإيكغ وزاد غنعوضهم في هاد المعادلة هادي، راه هذا غنعوضهم هنايا، دونك إكس شناهي؟ إكس هي تي زائد واحد، دونك تي زائد واحد، زائد إيكغ اللي هي تي ناقص واحد، جوج زائد، دونك جوج زائد جوج، زائد غنعوضها بأش؟ بجوج تي زائد ثلاثة، هنا غندير الأقواس لأن عندي مكون من عددين والضرب، ناقص أربعة يساوي زائد، دونك غنحسب هنا تي، غنعوض تي هنايا واحد مع واحد مشات، هنا تبقى ليا تي زائد تي هي جوج تي، زائد جوج جوج تي هي أربعة تي. جوج ثلاثة هي ستة ناقص أربعة تساوي صفر، لاحظوا معايا هنا جوج تي زائد أربعة تي هي ستة تي، ستة تي، هنا ستة ناقص أربعة هي جوج، دونك تي كتساوي هنا جوج غادي نجيبها للطرف الآخر تولي ناقص جوج، وغنقسم على هاد ستة، دونك عندي ستة تي كتساوي ناقص جوج، يعني تي كتساوي ناقص جوج على ستة اللي هي ناقص واحد على ثلاثة، دونك إلا بسطنا لأن ستة هي جوج، ثلاثة غنقسم جوج مع جوج، غتبقى ليا ناقص واحد على ثلاثة، مزيان، ملي كنبقى تي شنو كندير؟ كنرجع كنعوضهم هنايا، باش نلقى إحداثيات إكس وإيكغ وزاد، لأن هنا كندوي على الفضاء، عندي أفصول وأرتوب وأنسوب، دونك إذا، دونك لقينا تي مسح هادشي، إذا تي لقيناها كتساوي ناقص واحد على ثلاثة، ملي لقينا تي كتساوي ناقص واحد على ثلاثة نعوضهم هنا، وبالتالي نقطة أش عندها إحداثيات شنو هما؟ هما إكس كتساوي نعوض تي بأش ناقص واحد على ثلاثة، ناقص واحد على ثلاثة زائد واحد، وإيكغ كتساوي ناقص واحد على ثلاثة ناقص واحد، وزاد كتساوي جوج في واحد على ثلاثة زائد ثلاثة، دونك غنوحد المقامات، دونك شنو غتعطيني؟ دونك هنايا إكس هنا واحد راه هو ثلاثة على ثلاثة، ثلاثة على ثلاثة ناقص واحد على ثلاثة هي جوج على ثلاثة، ثلاثة على ثلاثة ناقص واحد على ثلاثة هي جوج على ثلاثة، هنا عندي ناقص واحد على ثلاثة ناقص واحد، دونك ناقص واحد هو ناقص ثلاثة على ثلاثة، ناقص واحد على ثلاثة هي ناقص أربعة على ثلاثة،
هنا جوج على ثلاثة زائد ثلاثة، دونك ثلاثة هي تسعود على ثلاثة، ديما كنوحد لهم المقامات، تسعود على ثلاثة زائد جوج على ثلاثة، تسعود زائد جوج هي 11، 11 على اش؟ 11 على ثلاثة، تسعود زائد جوج هي 11 على ثلاثة، ومنه النقطة اش يكون عندها إحداثيات، نكتبو هنايا، إذا اش غتكون عندها إحداثيات. لي هما زوج على ثلاثة ناقص أربعة على ثلاثة وحداش على ثلاثة. نتمنى يكون هذا الشيء واضح. دونك هذا التمرين هذا كان شامل للدرس لجميع الفقرات اللي شفنا لحد الآن في الدرس. إلى حصة قادمة إن شاء الله. مع السلامة.